العداوة، لكن جيف كان قليل. جاسر هنا يقولون بأن الألعاب الإلكترونية هي كل الألعاب التي في نلعبها على الشاشات أو على... جاسر؟ اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقه الجديده من برنامج لبيب على الهواء. كما تشاهدون الان، جاسر يصب كل اهتمامه ومنهمك بتلك اللعبه الالكترونيه التي يلعبها. وبهذا يكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم، الالعاب الالكترونيه التي تلهو جاسر دائما عن مشاهدتي او عن الانتباه الى ما اقوله، اليس كذلك يا جاسر؟ جاسر أصدقائي، سنتابع هذه الحلقة معكم وسنناقش هذا الأمر عن يعني الألعاب الإلكترونية وكل ما يتعلق بالألعاب الإلكترونية من مضار ومنافع واهتمام. لكن جاسر الآن لا يمكنني أن أحتمل هذا الموضوع بعد الآن. جاسر يعني يا جاسر، أتحدث إليك وأنت جاسر زين كده خسرتني؟ خسرتك يا جاسر، خسرتك يا جاسر. كم الساعة الآن؟ الساعة 4. يعني السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وحلقة جديدة وموضوع جديد بنتحدث عنه اليوم معاكم أصدقائي. وموضوعنا اليوم صراحة صار فيه نقاش عليه بيني وبين لبيب، بين من ضد ومن مع هذا الموضوع، والموضوع هو الألعاب الإلكترونية اللي ما يحبها لبيب ابدا، وانا من محبذيها طبعا. على كل حال، لابد ان احنا نناقش هذا الموضوع ونعرف رايكم فيه، وذلك من خلال اتصالاتكم بالبرنامج على الرقم 54181 54181، كي تشاركوا ايضا بمسابقات البرنامج. وطبعا يمكنكم ارسال اقتراحاتكم وارائكم واسئلتكم على رقم الواتساب 5001222 5001222. دورك. دوري؟ لا أريد أن أقول أي شيء. يعني يا جاسر، هل قدمت أي شيء جديد في هذه المقدمة؟ أتعلم بأنني قلت كل الأشياء التي قلتها أنت في هذه المقدمة، ولكنك كنت تلهو بتلك اللعبة الإلكترونية؟ طيب يا لبيب، أكيد مثل ما قلت، أنا كل موضوع له وجهة نظر. حلو، انت ما تحب هالامور صح؟ لا يا جاسر، ما تحب اللي يركز على يا جاسر. دعني اولا اذكر بهاشتاج البرنامج، وهي هاشتاج برنامج اندرسكور لبيب اندرسكور على اندرسكور الهواء. يا جاسر، انا لست ضد، فقط لاكون انت ضد هذه الالعاب. لا ضد. يا جاسر، انا اشوف انك لا. لا يا جاسر. طيب. لا يا جاسر، وقد قمت بكل الابحاث وانظر هنا. طيب. اترى كل هذا حلو زين. لقد وجدت هناك الكثير من المضار والكثير من الفوائد لتلك الألعاب. طيب. أنا أعلم بأن لها المضار ولها الفوائد، ولكن أنا شخصياً يا جاسر، هذا رأيي جاسر، أنا أحبذ الألعاب التي نقوم نحن بصنعها، التي يكون فيها يعني دمج اجتماعي، أن يكون فيها تواصل اجتماعي مباشر، يعني أن ألهو مع الأصدقاء، أن ألعب مثل لعبة كرة القدم، لعبة كرة السلة، لعبة حتى الدحروج، وأي لعبة أخرى من الألعاب التراثية أو الألعاب التي تحتاج إلى طيب يا لبيب، طيب أوكي. استخدام كل الحواس. أنت لك وجهة نظرك صح؟ أنت لك وجهة نظرك وأنا لي وجهة نظري. طبعاً يا جاسر. صح ولا لا؟ ولنا كل واحد وجهة نظره، وسنناقش هذا مع وجهة نظر الأصدقاء، ولكن صحيح. ولكن قبل هذا كله، نعم، نطلع ونروح لفقرتنا سين جيم ونشوف شو مقدمين اليوم. سين جيم؟ أي نعم. سماعة أنا معي سماعتين عشان أسمع الصوت عادي. إذا تتكلم مع أي أحد ممكن أن تسمعه عادي. أسمع في موبايل عادي. إنه السماعة الأولى شكلها غير السماعة الثانية عادي. سماعة، الشريط، الميكروفون. هذا نحطه في الجوال، حاجة نحطها بالموبايل. فيها الذي نضعه على الهاتف. من هنا لين لذون هنا. صوت في واحد منهم أعلى وصوت في واحد منه يعني
مش آلة يعني. فيها شيء برتقالي. خطوط برتقالي؟ 1 2 3 4. في 4 خطوط برتقالي. هاي فيها خطين، هذول فيها 3 خطوط. أنا عندي سماعة نفس هذه بس لونها أبيض تقريبا نفسها وما في خطوط برتقالية. أنا سماعتي عندها خطين. يعني عندي سماعة مثل هاي في البيت بس من دون مايكروفون، والخطوط ممكن تكون نفس الشيء أو ما متأكدة، مو بعرف ليش موجودين. إذا أنا ما معي خطوط برتقالية لم أسمع أي شيء. الخطوط البرتقالية شكل بس عشان يزينوها. يعني إذا الخطوط البرتقالية دي التليفون هيبوظ. ممكن عشان يعني سايز بيجر. صحيح. أنا بتاعتي اللي في البيت لونها أبيض بس هذه فيها لونين أبيض وأخضر. عادي. لبيب ليش سماعتك عندها 3 خطوط؟ لبيب ليش في هذه الخطوط على السماعة؟ رجعنا لكم أصدقائنا بعد فقرة سين جيم، والسؤال بيقوله لنا لبيب. هيا جاسر، الصديق سألني وكنت أسأل الأصدقاء لماذا يوجد هذه الخطوط على السماعة. انظر. أوكي، أعطني وقت أفكر فيها شوي. وإذا أردت المقارنة انظر إلى هذا، كم خط يوجد على الأولى وكم خط يوجد على الثانية؟ هنا في 2 هنا في 3. لماذا؟ أسرع يا جاسر. هل هو بسبب انتهى الوقت؟ انتهى الوقت. دقة الصوت. ماذا؟ هل يأثر في دقة الصوت أو؟ ها طبعا يا جاسر، جزء من هذا الجواب هو صحيح. إن هذه الخطوط هي مسؤولة عن توزيع الصوت في السماعات، فبعضها يوجد في خط واحد وبعضها يوجد في خطين أو 3. فإذا كانت الدائرة خط واحد فنحن نسمع صوت واحد أو توزيع واحد، بينما إذا لديها خطين هنا فنحن نسمع بتوزيع ستيريو، يعني جهتين يتوزع الصوت بين ثلاث خطوط. محيط؟ لا. بحر. ليس محيط، بحر. السلام عليكم، أنا أطلع من جاسر دعاء أرجو. طيب. لا يا جاسر، الخط الثالث هو المسؤول عن الميكروفون، يعني أغلب السماعات التي فيها ميكروفون يكون فيها خط ثالث. إذا هذه الخطوط هي مسؤولة كما قلت على توزيع الصوت. صحيح. إجابة صحيحة يا جاسر. لأول مرة. حسنا. طيب. يا جاسر احتفل أنت وأنا سأقول من معنا. ونقول ألو. السلام عليكم، من معنا؟ ألو. ألو السلام عليكم يا جاسم. ألو جاسم. وعليكم السلام. يا مرحبا، كيف حالك؟ أهلا. تمام الحمد لله. كم عمرك يا جاسم؟ 12 سنة. العمر كله أي صف؟ الصف السادس. ما أسمع. الصف السادس. سادس ها؟ نعم. الله يوفقك إن شاء الله وتروح الإعدادية. خلصت اختباراتك ولا للحين؟ للحين. للحين؟ إيه. الله يوفقك إن شاء الله. طيب إيش رأيك في موضوعنا اليوم؟ جيد. أنا ولبيب مثل ما تشوف اليوم مختلفين بوجهات النظر، ونبي حد يساعدنا، فهمت؟ نبي نشوف وجهة نظرك أنت وش هي بالنسبة للألعاب الإلكترونية. هل تشوف أنها هل هي مفيدة؟ هل هي مضرة؟ يعني يا جاسم، ونريد أن نعرف أيضاً رأيك، ماذا تحب أو ماذا تفضل، الألعاب الإلكترونية أم الألعاب الاجتماعية؟ صحيح. الألعاب الاجتماعية. مثل ماذا؟ عطني نوع من أنواع الألعاب الاجتماعية اللي ممكن تلعبها مع ربعك. جروب، تلعبون 4 أشخاص، 5 أشخاص في لعبة. كرة القدم. كرة القدم، حلو، تعتبر من الألعاب الاجتماعية أيضاً. كرة السلة. كرة السلة، حلو. طائرة. جميل. طائرة، غيرها من الرياضات ممكن تكون ألعاب ذكاء، وش ممكن تكون؟ التنس.
السباحة. هذا السباحة. حسناً جاسم، ولكن ألا تلعب أي لعبة إلكترونية؟ لا أبداً أبداً أبداً. لا. وينضم جاسم إلى فريق لبيب. جاسم طيب. اختر لون من الألوان أو اختر رقم من الأرقام الموجودة في الكتاب. يلا يا جاسم عطنا رقم من 1 إلى 15 عشان أعرف مسابقتك. أرأيت يا جاسر أرأيت، هناك بعض الأصدقاء حتى في العام 2020 لا يحبذون أو لا يلعبون الألعاب الإلكترونية مثل ما قلت لك يا لبيب. هذا يرجع للشخص نفسه إذا هو يحب ولا لا. أنا مثل ما قلت لك أنا أحب هذا النوع من الألعاب. أعرف أعرف يا جاسر أعرف، لدرجة أنك لا تسمعني حتى. إذن يا جاسم اختر رقم. 5 1 2 3 4 5 1 2 فوق. سؤال يا سلام. سؤال لبيب. سؤال ماذا؟ الأسئلة عندك على الطاولة. سأختار لك يلا. أنا سؤال. اختار لي سؤال. يلا موجود يمين. ها جاسم. نعم. حضر حالك. هل تحب الرياضيات؟ نعم. تحب الرياضيات. حسناً يا جاسم لديك 1000 ريال تبرعت بربعهم واشتريت هدية لأخيك ب100 ريال فكم تبقى لديك؟ 650. يا سلام إجابة صحيحة ونقول لك ألف إجابة صحيحة. تستاهل يا جاسم ويعطيك العافية. أرأيت يا جاسر أرأيت يا جاسر أرأيت يا جاسر الأخ جاسم كيف يجيب مباشرة على الرياضيات. ما شاء الله. هيا طيب اتصال ثاني ونقول ألو. السلام عليكم، من معنا؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، من معنا؟ أحمد. أحمد يا مرحبا أحمد، كم عمرك؟ 10. 10 سنين. العمر كله أي صف؟ الصف الخامس. صف الخامس ما شاء الله، رايح السادس إن شاء الله؟ أي أكيد؟ أكيد. تنجح؟ إيه. الله يوفقك إن شاء الله. طيب نرجع مرة ثانية للمحور حديثنا واللي هو هل أنت مع الألعاب الإلكترونية أو ضد؟ وعطنا سببك. ضد الألعاب الإلكترونية. لماذا؟ ضد الألعاب الإلكترونية، ليش؟ شو السبب؟ عشان توجع العين. تؤذي العين؟ إيه. إنها أحد المضار، ولكن يا صديقي ما اسمه؟ ذكر أحمد. 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 ولكن يا صديقي أحمد إنها بالفعل قد تؤذي العين إذا أطلنا مدة اللعب على هذه الشاشات، مثلا على شاشة التليفون أو على شاشة التلفاز أو على شاشة الكمبيوتر أو أي نوع من الشاشات، لأنها تؤذي العين. صحيح. يعني قد تؤذي العين ولكن ليس دائما يا جاسر. لماذا تؤذي العين؟ بسبب الإطالة. الإطالة إذا نعم. علينا أن نختار الوقت الصحيح للعب وأيضا نختار المدة للعب. طبعا. مثل الحين ساعة في اليوم، ممكن أقل من ساعة في اليوم. طبعا 45 دقيقة نص ساعة في اليوم تلعب فيها جدا معقولة. وأتعلم يا صديقي أحمد أن الألعاب الإلكترونية يعني لديها مدار ولديها فوائد. صحيح. فمثلا بعض الألعاب الإلكترونية تنمي العقل وتجعلك أكثر تفكير، يعني تعرف كيف تفكر وكيف تحلل وكيف تختار الإجابة الصحيحة. صحيح. مباشرة. بعضها يا أحمد يساعدك في اتخاذ القرار. طبعا طبعا ردة فعلك تكون أسرع خلال بعد اللعب، وسنتحدث عن هذا عندك الموضوع بعد قليل. صحيح بنتحدث عنه بعد قليل. يلا اخترنا رقم يا أحمد من 1 إلى 15 عشان نعرف مسابقتك. 3. ثلاثة. هنشوف رقم 3. 1 2 3. سؤال. سؤال أيضا. سؤال أيضا. يلا طيب. يلا جاهز سؤالك. عطى السؤال الثالث يا لبي. حسنا أحمد، ما هي الشخصية المعروفة في الألعاب الإلكترونية؟ يعني شخصية اشتهرت جدا جدا في الألعاب الإلكترونية وهو يحب الفطر. لبيب لبيب بيعطيك 3 تلميحات. حلو، بيعطيك التلميح الأول، إذا جاوبته من الأول طيب، إذا ما قدرت تجاوب بيعطيك تلميح ثاني وبيعطيك تلميح ثالث. لونه أحمر وأزرق. هذا أول تلميح. يلا ولباسه يشبه لباسي. لونه أحمر وأزرق ويلبس نفس لبيب. ماريو.
ماريو. إجابة صحيحة. سوبر ماريو، يعطيك العافية على الإجابة ونقول لك ألف ألف مبروك وتستاهل. أصدقائي طبعاً حالياً نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية ونستكمل فقرة، وأنا سأحضر بعض المعلومات. يلا. طيب لبيب جاسر، يعني كنا قبل الاتصالات، كنا قبل الفاصل كنا نتحدث مع الأصدقاء عن مدار هذه الألعاب، سنعيدها الآن بشكل سريع. فهذه الألعاب الإلكترونية قد تشجع على العنف، خاصة بأن أغلب الألعاب الإلكترونية فيها عنف، فيها عنف، لذلك علينا أن نعرف كيف نختار الألعاب. وأيضاً في شيء إذا ما تعرفون أصدقائنا، في فئة عمرية للألعاب أيضاً. طبعا فيقولون لكم الفئة العمرية تناسب هذا العمر، هذا الكلام طبعا لأولياء الأمور، طبعا يعني إذا اللعبة هذه تناسب هذا العمر أو لا. والأفضل أن الألعاب اللي فيها عنف لا يلعبها تحت، لا يلعبها 14 عاما، نقول 14 عاما يعني، والأفضل أن لا نلعبها أبدا، والأفضل نحن ما نلعبها لكن أبدا. صحيح. ثانيا تساعد على إضاعة الوقت، يعني يا جاسر ويا أصدقائي، بدلا أن نستخدم هذا الوقت ونستغله في العلاقات الاجتماعية أو في اللعب في الخارج مع الأصدقاء أو في التنزه أو إنهاء الواجبات، لأن في أنا متأكد بعض الأصدقاء يتركون الواجبات ويروحون يلعبون. طبعا هذا شيء خطأ، خطأ جدا. نعم. أرجوكم انتبهوا. أو تغيير في المظهر الخارجي، تعرف كيف يا جاسر؟ ممكن قد تساعد هذه الألعاب الإلكترونية في تغيير المظهر الخارجي. كيف؟ إذا أطلنا مدة اللعب مثلا، لا نخرج إلى أشعة الشمس، نبقى جالسين كما نحن. صحيح. يعني بيصير في عنا أوجاع في الظهر، آلام في المفاصل، آلام في المفاصل، وأيضا يسبب الانحناء في الظهر، كثرة الجلوس طبعا، وايضا السواد تحت العينين. هذه قله الفيتامين د انت تقصد، قله الفيتامين د اذا ممكن لم تسبب خارجا. صحيح. ممكن تسبب هشاشه في العظام وايضا انحناء في والعياذ بالله، يعني الواحد ما يبي المشاكل هذه لنفسه. وطبعا البدانه، لاننا اثناء اللعب نحس باننا جائعون ونريد ان ناكل نقعد في مكاننا ما نتحرك، فاكيد راح يزيد وزننا بعد فتره. لذلك اصدقائي انتبهوا جيدا الى المده والى نوع اللعبه التي تلعبونها. والان من معنا؟ الو الو الو، السلام عليكم، من معنا؟ محمد. يا مرحبا محمد، كيف حالك؟ بخير. كم عمرك يا محمد؟ 11. 11 سنة، العمر كله. تلعب ألعاب إلكترونية يا محمد؟ إن شاء الله يا رب. تلعب؟ إيه. هيا اسأله عن هذه الألعاب. طيب يا محمد، محمد أنت شو تشوف أن الألعاب الإلكترونية فادتك في شيء في حياتك؟ هل تغير فيك شيء بعد اللعب فيها؟ لا. يعني مثلا الحين صرت تركز أكثر بعد ما لعبت هذه الألعاب؟ صار عندك اتخاذ قرار سريع؟ لا لا ولا شيء؟ ولا شيء. أجل أنت أكيد ما تلعب فيها واجب، يعني بشكل معتدل تلعب فيها صح؟ وهذا جيد. طيب تقريبا كم ساعة تلعب في اليوم ألعاب إلكترونية؟ تقريبا ساعة ونص. ساعة ونص، حلو حلو، معدل جميل جدا بالنسبة للتكنولوجيا حاليا المنتشرة. ساعة ونص جيدة، جيد جيد، ليست بالمدة الكثيرة ولا بالمدة القليلة، ولكن أتعلم صديقي بأن الألعاب الإلكترونية قد تحسن من التناسق بين العين واليد؟ كيف يا جاسر؟ مثل الحين مثل أنت قاعد مركز على اللعبة صح؟ لاحظت وأنت قاعد تلعب في أوقات أنت ما تطالع يدك وأنت تحركها، صح ولا لا؟ خلاص تعودت يدك، صح ولا لا؟ فصار في تناسق بين عينك وبين يدك مع اللعبة، وهذا الشيء ممكن يفيدك في شيء خارج الألعاب الإلكترونية، مثل الحين في الألعاب الرياضية أيضا ممكن يفيدك. صحيح. والتصرف واتخاذ القرار السريع هذه كلها بتفيدك، وطبعا في ألعاب ممكن تكون ألعاب ذكاء وبحاجة إلى قرار مباشر. قرار مباشر، نعم صحيح. حتى مع أني أعرف بأن هذه الفوائد للألعاب الإلكترونية، ولكن لا أحب الألعاب الإلكترونية. قلت لك هذا رأي شخصي، رأي أحمد. شخصي أحمد، محمد، محمد جاهز المسابقة ولا لا؟ إيجاب. يلا اختار لي رقم من 1 إلى 15 وخلنا نشوف شو المسابقة. 2. رقم 2. هي
رقم اثنين. يلا رقم اثنين خلينا نشوف شنو رقم اثنين. اكتشف الكلمة. اكتشف الكلمة محمد، تعرف اكتشف الكلمة ولا لا؟ ايه. وش اكتشف الكلمة؟ طبعا بتكون عندك كلمة مختفية صح؟ حرف واحد بس اللي يبين. طيب وانت تكمل الأحرف. يلا خلينا نشوف الكلمة. ما هي الكلمة؟ خلينا نشوف الكلمة. يلا عندك كلمة مكونة من ست حروف وبدايتها حرف الفاء. ألف. حرف الفاء. ألف موجود. حرف الألف موجود. يلا كمل. راء. حرف الراء. يا سلام موجود. باء. باء مش موجود حرف الباء. واو. واو خلينا نشوف حرف الواو. يا سلام يلا آخر حرفين. فراو. يلا فاكهة. يلا لام تاء مربوطة. لام وتاء مربوطة. يلا نشوف. يلا قولي كلمة كاملة مرة واحدة. فراولة. فراولة وإجابة صحيحة ويعطيك العافية ونقول لك ألف 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 مبروك. مبروك تستاهل يا أخوي محمد ويعطيك العافية على مشاركتك لنا في هذه الحلقة. أصدقائنا خلنا نطلع فاصل قصير مرة ثانية ونرجع لكم ونكمل. وأنا سأتابع. تبي الصراحة يا لبيب؟ اليوم الحديث كان جدا 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 مفيد يا جاسر. دائما دائما التناقل النقاش صحيح. والتحاور مهم جدا لنعرف وجهة النظر. انا اعرف وجهة نظرك وانت تعرف وجهة نظري وقد عرفت وجهة نظرك ولكنني حتى الان غير مقتنع. على العموم احنا في النهاية لقينا وجهة نظر نشترك فيها احنا اثنين طبعا يا جاسر، بان الالعاب الالكترونية لها فوائد ولها مضار ولكن على حسب استخدامها. اها طبعا يا جاسر بالاستخدام طبعاً. الصحيح ممكن انها تكون مفيدة وبالاستخدام الخطأ ممكن تكون انها مضرة. اللي اقصده هنا المثل شو يقول يا لبيب؟ الزايد خير ناقص. يقول لك الشيء اذا زاد عن حده انقلب ضده. يعني اللعبة ممكن تكون مفيدة لي لكن بكثرة الوقت اللي انا قاعد استمريت العب عليها جاسر. وهذا ينطبق على كل شيء في الحياة طبعا. على كل شيء صحيح كل شيء الطعام الالعاب وغيرها نعم. وغيرها وغيرها. ولهذا يا جاسر اي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده اكيد جاسر. ولكل من يحبون فقط الالعاب الالكترونيه الالعاب الالكترونيه اليكم هذه النصيحه. رياضة يوميا. ما رأيك يا جاسر والآن مع الشاي؟ يا سلام يا سلام. لكن ما رأيك بهذه النصيحة؟ نصيحة جدا جدا جميلة والواحد لازم يحافظ على الرياضة في حياته أصدقائي. وطبعا الألعاب الإلكترونية ممكن أنها تكون شيء يردك عن الرياضة لكن خل الرياضة دائما في بالك والرياضة من أساسيات الحياة. طبعا نعم. طبعا طبعا يا جاسر. والآن لنأخذ أراء الأصدقاء صحيح ونقول ألو من معنا؟ من معنا؟ ألو شوق. ألو السلام عليكم من أهلاً معنا؟ أهلا أهلا يا شوق كيف الحال؟ خير. بخير؟ نعم. شوق اخفضي صوت التلفاز. هلا لو سمحتي قصري على صوت التلفزيون يا شوق الله ليه عشان نسمعش عدل وتسمعيننا عدل بعد.
طيب؟ ها قصرتي؟ نعم. يلا تحبين الرياضة يا شوق ولا لا؟ إيه. هل تمارسينها؟ يومياً. أكيد. أكيد. طيب إيش تلعبين رياضة؟ جري. جري. يا سلام. بعد. جمباز. جمباز يا سلام. يا سلام. طيب يعطيك العافية. إذا أنت تتمتعين بلياقة كبيرة يا شوق. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب يلا يا شوق اختاري لنا رقم خلينا نشوف شنو مسابقتك من 1 ل 15. الله يهداك كنت بتريق الشاي. انتبه يا جاسر انت ما عليك منتبه. يلا من 1 ل 15. هيا يا شوق. 15 11 11 11 رقم 11 7 9 11 التسلسل الأبجدي. التسلسل الأبجدي يا شوق. يلا خلنا نشوف الكلمات ونشوف. تعرفين التسلسل الأبجدي صح؟ ايه. أكيد 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 أكيد. تسلسل الأبجدي بيكون عندك كلمات ورتبيها على حسب الأحرف. أوكي هيا يا شوق. يلا هذه يلا رتبيها. تيلة. تيلة يا سلام. يلا اللي بعده. دامة. دامة. أنا قاعد أسمع حد يساعده. يلا دام. دومينو. دومينو يا سلام. وآخر واحدة. شطرنج. شطرنج. وإجابة صحيحة ويعطيش العافية ونقول لك ألف ألف مبروك يا شوق وتستاهلين. ونشكر اللي ساعدش أيضا على سمعت ولا؟ طبعا طبعا. أتعلم يا جسر الدامة والشطرنج هي ألعاب يدوية ولكنها الآن أصبحت إلكترونية أيضا. صحيح صحيح ممكنك تلعبها إلكترونية وهي من ألعاب الذكاء. طيب هيا أصدقائي لنستمع إلى قصة جديدة من حزاوي برهوم. اشرب الشاي يا جسر. هيا بسم الله مع القصة. أوه رجعت الكهرباء. الحمد لله. أوه السلام عليكم. شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. إيه كانت الكهرباء مطفية بس الحمد لله الحياة سعيدة. نطرت شوي والحمد لله رجعت. على موضوع إن الكهرباء تنطفي في قصة حلوة. دقيقة. أيوه ليلة بلا إنترنت. وأدري الكل يحب الإنترنت. خلنا نقرأ القصة لأنها وايد حلوة. في ليلة من الليالي كان كل شيء يمشي بشكل عادي. تناولت مع عائلتي العشاء بعدين قعدنا صامتين بس عيوننا وصابعنا ما كانت جامدة. قعدتنا في أيام الإجازات أو في أيام الجمعة كنا نقعد مع بعض بس ما كنا نروح على طول ننام ولا يعني كنا نسوي شيء مميز بس إننا نقعد مع بعض كل واحد شايل جهاز ذكي طق 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 ويطق طق. صارت مفاجأة. صار شيء غير عادي. جبوم انطفت الكهرباء وغرق بيتنا في الظلام ما عدا شاشات أجهزتنا الذكية. ما كنا نهتم علشان نحل المشكلة. بعدين انطفى الانترنت. بعدين في لحظتها درينا ان احنا في مشكله وايد كبيره. انت تفهموني صح؟ يمكن نتحمل اي شيء الا ان النت ينقطع. ابوي حاول يصلح وما قدر واتصل بعامل الصيانه وكلمه وهاي بس قال انا برا وما راح اجيك الا بعد ساعتين. قلت حق ابوي خلنا نروح الفندق. قال يوسف لا خل نروح مطعم او مجمع تجاري. قاطعنا أبوي بحزم لا 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 ما نقدر نهد البيت بتشذي راح يخترب الأكل في الثلاجة. زاد خوفنا وقلقنا أنا وأخوي. قامت أمي تدور على شيء في المطبخ. رجعت أمي ومعاها شموع مضيئة وهي راجعة رجعت شوية أمان إلى قلوبنا. حاولت أمي أن تروح عنا وقالت خلنا نتخيل أن إحنا انولدنا قبل اختراع الكهرباء. قال أبوي إيه قبل 50 سنة كان يدكم يضوي شيء اسمه فوانيس في الليل. إيه إيه قالت الأم
إيه كانت العائلات تتسلى برواية القصص، وفي بعد عندنا لعبة الدامة. تحرك من مكاني بس قلت أنا 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 ما عيش قبل 50 سنة، ويوسف قاعد يحس بالخوف. نط يوسف من مكانه وقال أنا مو بخايف، أنت اللي خايفة. نطيت مثله، أقلد حركاته للضحك. يعني أنا متعودة دائما ألعب مع أخوي بهالطريقة. وقبل ما يصارخ علي أخوي قاطعنا أبوي وقال إيه شوفوا 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 وراكم شوفوا. اكتشفنا أن إحنا كنا نرسم ظلال على الطوفة ورانا. قال يوسف متعجب، أوه الظلال تشبه الجبال. قلت إيه والله إيه والله يشبه الجبل اللي زرناه في الصيف اللي طاف. ابتهج الجميع واستانس للذكرى البديعة، وصرنا نستعيد أطراف المواقف وضحكنا 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 واستانسنا. بعدين وقف يوسف بجدية ورسم ظل ثاني. شنو تتوقع الرسم؟ بعد عدة محاولات رسم خروف. سأل أبوي وقال أوه هذا الخروف اللي وعدك في يدك بس أنت ميت. ابتسم أخوي بخجل وقال إيه والله يعني يليتني رحت وياك المزرعة، مزرعة يدي في الأسابيع اللي طافت. قالت أمي أوه ما لا داعي تندم، إن شاء الله الأسبوع اللي جاي بنروح، إيش رايك؟ بس أنت المشكلة تتشكى وايد إن النت عندهم تعبان. قال يوسف ما راح أشتكي، ما راح أشتكي مرة ثانية، وبتعرفون شنو؟ ما راح أخذ التابلت وياي. الأبو خذ بالونة من عند يوسف ولف عليها منديل. تتوقعون شنو تحولت؟ قال يوسف بحماسة هذه يدتي هذه يدتي. صفق الكل يوسف. وبعدين قالوا الحين صار دورك يا يمه. قامت الأم وراحت المطبخ. سمعنا صوت الجدور والصحون والقفاش تتراجع تدور على شيء. رجعت أمي ومعاها قفشة خشب وقفشة صغيرة شاي، يعني وحاولت تسوي فيهم شكل ما عرفناه في البداية، بس بعد ما فكرنا تذكرنا أن أمي تحب شيء اسمه الورود والزهور. قلت على طول إيه يما هذه زهرة هذه زهرة. قالت أحسنتي يا نورة والحين صار دورك. فتحت الدرج المخصص لرسوماتي وعدة التلوين، وأخذت ورقة وقلم ورسمت نجمة، وحطيت شوية صمغ ولصقت على القفشة الخشب. حركت النجمة فوق وقلت في هذا الظلام ليس هناك أجمل من نجمتي. أعجبت الفكرة أخوي، ركض ورسم قمر ولصقه على القفشة الثانية وقال بل أنا الأجمل، إيه أنا القمر. اختلف القمر والنجمة ثاني، اختلفوا مع بعض، قالوا منو الأجمل فينا، منو الأجمل منو الأجمل. أبوي قال ليش ما نسأل شخص حكيم، من هو الشخص الحكيم؟ طبعا الأم. فكرت الأم قالت أتوقع الأجمل الشمس. وقبل ما تصنع الأم الشمس الكبيرة من الورق صار شيء ما حد توقعه، بوم ارجعت الكهرباء واختفت الإظلام. وتعالت أصوات الرسائل الإلكترونية تردن 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 مع رجعة الإنترنت. بس إحنا الصراحة كنا نبي نكمل لعبة الإظلام. يا أبوي وطف الليتات ورا ثانية وقال الليلة راح نقعدها بدون إنترنت. وقال اكتشفت إن إحنا من زمان ما قعدنا مع بعض قعدة حلوة نسولف ونستانس ونلعب مع بعض. قلنا إيه والله يا يبا معك حق، وقعدنا نلعب ونلعب ونلعب لين ما حسينا بالنعاس وطلعنا فوق ننام. قال أخوي قبل ما ينام يما منو الأحلى القمر ولا النجمة؟ صار في صمت وتمت الحيرة في عيوننا. وقبل ما ننام قالت أمي أنا أعرف القمر والنجمة عندهم الاثنين جميلان وحلوان، ليش؟ لأنهما عيالي اللي أحبهم. ردت أنا ويوسف قبل ما ننام وقلنا كانت هذه
أجمل ليلة، أجمل ليلة. ترى هو اللي نام مو بنت جيسر، كنت احلم بان الكهرباء انقطعت وبدانا بنلعب بالعاب الظل على الحائط. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله. طيب خلينا ناخذ اتصال يا لبيب، يلا ما في وقت. الو الو الو، السلام عليكم، من معنا؟ راشد. يا مرحبا راشد، كيف حالك؟ بخير. كم عمرك يا راشد؟ تسع. تسع سنين، اي صف؟ ها؟ اي صف؟ رابع. صف الرابع، يا سلام. راشد كنت مركز مع القصة ولا لا؟ ايه كنت مركز. مركز؟ ايه. يلا الحين نسألك سؤال عن القصة، اذا جاوبته تفوز على طول. طيب؟ اوكي. يلا يا لبيب اسأله. لبيب. جاسر جاسر جاسر، انا هنا. اذا صديقي، ما هو الظل الذي سواه يوسف على الحائط؟ يلا، ما هو الظل الذي صنعه يوسف على الحائط او سواه يوسف على الحائط؟ الخروف. إجابة صحيحة، ونقول لك ألف ألف مبروك ويعطيك العافية يا راشد، وتستاهل الجائزة. أصدقائي، أتمنى أن تكونوا استمتعتوا معنا اليوم، وتذكروا دائما أن تعدلوا في استخدام الألعاب الإلكترونية، وانتظرونا يوم الخميس القادم بإذن الله الساعة 4 الرابعة مساء، ونقول لكم مع السلامة ونشوفكم على خير إن شاء الله.